السلام عليكم، كيفية حجز تذكرة الطائرة مع لفطانسا في الجزائر أونلاين؟ حاجة الأولى نحملوا التطبيق، ما نفتحوش فيه كونت، ريزيرفو كفيزيتير. هنا نختاروا مكان الإقلاع كيما الجزائر. من بعد الوجهة أنا اختاريت كولومبوس، موراها نختاروا ألي سامبل وان واي. من بعد نختاروا لادات كيما هنايا اختاريت لادات 4 جويلية، كل واحد يختار لادات اللي تساعدو. من بعد نكليكو شيرش، هنا يخرج لنا لي بيي اللي كاينين لي دات والسعر تاعهم. كيما نختاريت هذا، اهم حاجه نبازو عليها هي الاسكال. كيما انا عندي دو اسكال، الاول في فرانكفورت فوق زوج سوايع والدوزيام في شيكاغو اكثر من ربع سوايع، وعندي زوج شركات طيران، الاولى لفتانزا والدوزيام اليونايتد. اكليكي هنايا، زيد تاني اكليكي هنا واختار كونفيرمي اي كونتيني. هنا نكملو، نعودو تحت ونكليكو هنايا، شوفو لي طاب تاع لي زانفورماسيون. كيما هنا الحالة المدنية سيد سيدة الى اخره. زيدو نكملو نعمرو لي زانفورماسيون تاعنا، الاسم اللقب كونفيرميو بيها باش ما تغلطوش. هنا نختارو لا دات دو نيسونس، هنا نختارو الجنس، هادو الخانتين ما نخربوش فيهم، نعمرهمش، نعمرو رقم الهاتف، وهنا نعمرو الايميل. بعد ما عمرنا لي زانفورماسيون تاعنا نكملو نديرو كونتيني، نعودو تحت باش نروحو ليطاب اللي فيها البيمو. هنا عندنا زوج خيارين، اما بالكارت فيزا اما بايمو بار بونك. حنا نختار بايمو بار بونك كيما هنايا، هنا يتعاملوا مع سوسيتي جينيرال. هذا هو النيميرو تاعهم اللي نفرسو فيه، وهذا الايميل اللي نبعثو فيه لي ريسيو باش ناكدوا عمليه الدفع. انا نعمروا العنوان تاعنا، لادريس كومبليت، الكود بوستال، لافيل والبلد، ونتبعوا لي زيتاب كيما الفيديو وكوشو هذه. من بعد نديرو باي. هنا خلاص كنا كملنا ريزيرفاسيون تاعنا، يعطينا لي زانفورماسيون نفيريفوهم. من بعد نختارو ميفور. يعطينا البي تاع بوكينغ، وهذا الكود هو الصح، هو اللي نخلصو به. بعد ما كملنا بالابليكاسيون نروحو نفيريفو الايميل تاعنا. زادو تاني بعثو لنا بي هنايا، وهذا هو الكود اللي راني نانسيستي عليه. الايطاب دوزيام نبعثو لهم ايميل باش يبعثو لنا شحال نصرفو في البنكة. نكتبو الايميل تاعهم كيما راكم تشوفو، الموضوع نكتبو كود ريزيرفاسيون، هنايا نكتبو لو نو برينو والكود ونبعثو الايميل. هنا راهم ريبونديو علينا، ندخلو الايميل، نعودو تحت، نسيبو فيشي بي دي اف، هذا هو لاتيستاسيون، نمبريموها وندوها معنا لابو. بون، لا تروازيام ايطاب هي نخلصو هذه الورقة اللي بعثوها لنا في الايميل تاع الدوفيز. كيما انا جاتني 497 عام، طايحة بالسومة تاع البنكة 35 اورو، ونستخلصو تاني هذا نخلصو بيه عند سوسيتي جينيرال. دوك هادي نخلصوها في السي بي ولا البيانة. ما تنساوش ديرو دو كوبي على الباسبور الحاجة الاولى، وكوبي على هادي لاتيستاسيون سي بي. صرف 35 اورو، طاحت لي 508 الاف. دوك نروحو عند سوسيتي جينيرال نخلصو البي. سوسيتي جينيرال في الورقة تاع الفيرسمو كتبو لانو وبينو، زيدو حدا انا ابري ما فيرسيت صرت مغلطين لي في الكود، صح ولا غلطه؟ ان ان سيكون 5 سي زد كانوا دايرين 2. دونك سي بون، كملنا خلاص عند سوسيتي جينيرال. دونك قاتلنا ايطاب وحده، نسكانو هادو بي دي اف. بعد
بعد ما سكانينا دي روسي ديرون في فيشي واحد بي دي اف وندخلوا الايميل باش نبعثوهم. نديروا الايميل تاعهم سابجكت، نديروا كود ريزرفاسيون ونختاروا فيشي تاعنا ونبعثوا الايميل. ابري مرسلت الايميل عيطوا لي قالوا لي ليروسي ما راهمش يبانو عاود سيبو منا، وهذا الرقم الخاص بهم اللي حاب يستفسر. ابري 24 بعثوا لي البي فينال كيما راكم تشوفوا هنا في الايميل. نعاود نذكر برك بالملاحظة، البي في السيتي وقت 3 جور برك ويت انولا اوتوماتيك، تما ليك تخلص قبل 3 جور. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كيف تريزيرف اونلاين مع ليفتانزا، وهذا هو البي فينال. فاش استفسار ولا مرحبا بكم، وربي سهل عليكم واحد ان شاء الله.